عام كامل ويزيد من جائحة جعلت من منازلنا سجونا لنا، وقرارات حظر وإجراءات متلونة أوقفت وعطلت حياتنا تماما. كل ذلك يا سادة أشعلت داخلنا غضبا كبيرا من فيروس كورونا. لكن هناك احتفال أقيم شمال الأرض نفس عن غضبه وربما غضب الكثيرين. فخلال مهرجان نهاية الشتاء الذي يحتفل به في منطقة كولكا الروسية، جرى حرق قلعة من الخشب ترمز إلى فيروس كورونا، وقد بلغ ارتفاعها 24 متراً وسط هتاف ورقص الآلاف من الحضور. هذه المناسبة يا سادة تدعى ماسلينيتسا أو أسبوع المرافع، حيث يحتفل به أصحاب الأرثوذكسية الروسية أسبوعاً كاملاً، وذلك قبل الصوم الكبير في فترة ما قبل المسيحية، وخلالها تحرق التماثيل الخشبية ذات الحظ السيء في ممارسة تقليدية، ويقال أيضاً أنه ابتهاج لنهاية الشتاء وبداية الربيع.